قد حل قلبي عند زينب زائرا، وهواه قبل الزائرين تقدما، يحكي لها عما يجول بخاطري من لوعة نصبت بقلبي مأتما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي المشاهدين، مع برنامج لولا زينب. ومحور حلقتنا لهذا اليوم راح يتحدث عن الحرب الباردة مع يزيد لعنة الله تعالى عليه، ونحن نتحدث حول هذا الموضوع أكثر فأكثر مع ضيفة الحلقة الدائمة السيدة زينب القاضي الباحثة الإسلامية. حياكم الله. حياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم. نرفع أكفنا بالدعاء إلى الفرج إن شاء الله. نعم. إلى صاحب الزمان سلام الله عليه، ونعظم الأجر إلى آل محمد الأطهار عليهم أفضل وتم السلام بأيام المصائب وموسم الأحزان، إلى وهو شهري محرم الحرام وصفر. أحسنتم أحسنتم، وأعظم الله لنا ولكم الأجر أيضا بهذا المصاب الأليم على قلوب الجميع وعلى قلب مولاي صاحب العصر والزمان. وأكيد رح نتحدث اليوم عن الحرب الباردة مع يزيد، وكيف كانت لزينب الدور الكبير في محاربة يزيد، هذه المحاربة طبعا التي آثرت كثيرا بقلوبنا إلى الآن. بالتالي اليوم، من هي وزيرة الإعلام المحمدي التي رسخت الكثير؟ ونحن نتحدث عن زينب اليوم، بالتالي كيف كان إعلام السيدة زينب في ذلك الوقت وإلى وقتنا الحاضر نرى آثاره؟ أنا وأنتم من ضمن الإعلام الزينبي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله نسعى جاهدين ومجاهدين في سبيل أن نكون في حقيبة أو في وزارة الإعلام الزينبي. نعم. إن شاء الله. ذلك الإعلام الذي ماذا فعل؟ بين وبرز الحقائق، وحارب الإعلام الأموي أقسى محاربة، ضربه بكل أنواع الأسلحة الإعلامية، لم يكن سلاحها إلا الحق مدكفة الباطل. نعم. وزيرة الإعلام المحمدي هي زينب بنت علي بن أبي طالب عليه أفضل وتم السلام، حفيدة الرسالة. نعم. وحفيدة خاتم الأنبياء والمرسلين أبا الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ابنة أشرف سيدة وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء عليها أفضل وتم السلام. نعم. فنالت هذا الشرف العظيم وهذه التسمية التي تجملت بوجود زينب سلام الله عليها. أحسنتم أحسنتم. طيب نتحدث كيف يعني استخدمت أسلحة الإعلام السيدة زينب سلام الله عليها يعني محاربة يزيد، وكيف كانت رسائلها للعالم؟ نعم. نحن ماذا نقول؟ نقول الإعلام درسناه أكاديميا ومارسناه في عملنا. نعم. إذن ماذا ينقص المرأة حتى تكون إعلامية زينبية حقيقية؟ ليس فقط أن تتفاخر بهذه الكلمة والمفردة، والبعض منهن مع شديد الأسف حتى طريقة الكتابة لكلمة الإعلامية تكتبها بشكل خاطئ لغويا. لماذا؟ لأنها لم تدرس، لم تتفقه، لم تقرأ الكتب. ممكن أن تقول بعضهن بأنه الحياة مصاعبها أهلها منعوها من الدراسة. طيب. نعم. الأهل اللي منعوا من الدراسة الآن، الأهل والزوج اللي خلوش تظهرين في الإعلام، أنت الآن مسؤوليتك بأنه تقرأين في كل فترة كتاب. يعني ليش ما أخلص في كل أسبوع أخلص لي كتاب جيد قيم ثمين؟ نعم. وحول حياتي من الظلام إلى النور. نعم. عبر ماذا؟ عبر العلم. أن أتعلم الإعلام ما هو؟ علم وتعليم وتعلم. تعلم. نعم. إذن من هذا العلم ما الذي أعلمه لنفسي أولاً؟ وبالتالي أعلمه أو أعلمه للآخرين. نعم. إذا لم يكن هنالك زكاة لهذا العلم، هذا العلم يشاء الله عز وجل بأن يبقى في جسد الإنسان محبوس. نعم. كالسجين الذي لا فرار له من هذا السجن. بالتالي لما أصبحت الإمرأة هنا إعلامية في هذا الوقت، ترسيخ هذه المعلومات في نفسها وتعليمها لهذه المعلومات، بالتالي يجب عليها إخراج هذه المعلومة بصدق. نعم. وأمانة. اليوم ليس فقط الطبيب عندما يعني يراود مهنته ويقسم على القرآن بأنه سوف يجري كذا وكذا، اليوم دور الإعلامي أيضا بنقد الحقيقة الصادقة وعدم تشويه هذه الحقيقة
هو فعلا له دور كبير في إرسال الرسالة الحقيقية والاقتداء بالسيدة زينب سلام الله عليها كيف كانت وزيرة للإعلام. الاقتداء بالإعلام كلمة كبيرة جدا بمفردة المعاني وتفاصيلها، ولو حققنا ودققنا في الأمر لوجدناها مسؤولية جدا 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 صعبة يا أستاذ سبع. جدا صعبة هذه المسؤولية تحملتها مولاتي زينب عليه السلام، لأنها هي جبل الصبر والعطاء، بنت الهواشم، ولكن نحن وعندها ما يكفي من الأمور التي يعني تبعث حقيقتها للعالم. نعم، لما سألوها يعني هي عندها هذه الثقافة في الرد أيضا. لما قالوا لها كيف شاهدت صنع الله بأخيك، قالت ما رأيت إلا جميلة. ليش ما رأيتي إلا جميلة؟ لأنه مفتخرة بما جرى وما فعل، إنهم هم أهل الجنة. والجنة هي جزء من الكل. نعم، وأنوار محمد عليهم أفضل السلام هم الذين أناروا هذا العالم. أحسنتم. فهذا العلم وهذا الفن في الرد. نحن صراحة في بعض الأحيان لما نشاهد البعض نقول إنه شو وقت تصير عندهم هذه خط الصحوة في إنه يغيرون مسار حياتهم نحو الأفضل. يعني لا أنت متقن الإعلام مهنياً، ولا أنت متقن لغوياً، ولا أنت متقن بداخلك أنت أصلاً أكو غريزة إعلام صحيحة، كأنه يستخدم فقط المفردة أنه هو إعلامي فقط. لا، هو أصلاً اتخذ من هذه المهنة للتباهي فقط، والتباهي من صفات الشيطان لعنة الله عليه، لأنه هو يتباهى وعنده غرور وكذا ومن هذه الأمور. كذلك ما يؤلم قلبنا البعض الذين الأخوات اللي يكون حجابهم غير متكامل، حجابها غير متكامل. يعني نحن لحد هذه اللحظة إن شاء الله وما زلنا ندعو لا نزكي الأنفس بل يزكي الله عز وجل، نحن ندعو بشكل مستمر إلى الله عز وجل بأن يهذبنا دائما، بأن يقوينا دائما، أنه عادة ما يأتي ويتغلغل الشيطان لي ولك ماذا نفعل؟ نلتجئ إلى أهل البيت، نلتجئ إلى عمة الهواشم السيدة زينب عليه السلام، مولاتي قويني أكثر، شجعيني، ودعاؤنا يعني دائما اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا على هذا الطريق. نعم فعلا، أحسنتم جدا. هذه الدمعة مع مولاتي زينب هي بمثابة العهد أنا أتخذها، أنه هي عهد مع مولاتي زينب عليه السلام، بأنه يا مولاتي اجعليني أرتدي هذا الزي الذي أنت ارتديتيه، اللهم آمين. وارتدته الزهراء سلام الله عليها قبل ذلك، وارتدته السيدة خديجة سلام الله عليها قبل ذلك. فلنحافظ على هذا الزي داخليا، أن يكون هناك حجاب للعقل والقلب والمنطق واللسان والجوارح، بأن لا نتعدى على الآخرين، بأن لا نخبن حقوقهم، نعطي حق لهذه العباءة، الحق لهذه العباءة، لا نشوهها. نعم، يعني بعض من الشخصيات اللي مثلا تأتي علينا بعض النسوة أو بعض البنات، أنا صراحة يراسلوني على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول لي مثلا ست مثلا عندي فلانة، أو تسمي أقاربها معارفها، تقولي هي ترتدي العباءة لكن كلامها جارح معي، ما تنصحني بطريقة صحيحة. أنا أقول لهذه الإنسانة التي تطلق الكلام الجارح، أقول لها لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي محمد عليه أفضل السلام ما جاب الدين المحمدي يعني بشكل عادي، بالعكس طريقته حنانة حتى بالكلمات، رقته حتى بالكلمات، يعني كان يستخدم مفردات، كيف كان يصف النساء؟ يصفهن بالقوارير. نعم، يعني هذا الشيء جدا شفاف ورقيق، وحذر لازم تتعامل معه بحذر. وإذا انكسر يجرح، الجرح مالته يكون قاسي ومؤلم، ويعني غيرها من هذه التفاصيل بها فد بحور خاصة. وبالتالي حدث قبل يعني فترة في حياتنا احنا اليومية نتحدث بها، هناك بنات يعني أصبحنا في سن التكليف، بالتالي اليوم كيف لي أن أتعامل مع هذه الطفلة بعملية التكليف، بأن أهدي لها هدية أو يعني أرسخ بها دين محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة زينب والزهراء باعتبارهم القدوة اليوم، وأيضا السيدة خديجة لا نبعدها عن ذلك بأكيد، أن هم ذول سلالة للسيدة خديجة سلام الله عليها. أحسنتم، لا نبخس حقها. نعم، لا نبخس حقها. بالتالي اليوم نرى الكثير يعمل على يعني التحدث مع هؤلاء الفتيات المتكلفات. بالتالي اليوم سمعت حديث مع أحد
المبلغات تتحدث مع هؤلاء البنات بأنها تقول لهم اليوم هناك حلوى مغلفة وهناك حلوى غير مغلفة. أي أحد يأتي إلى السوق يأتي بشراء الحلوى المغلفة وليس بشراء الحلوى غير المغلفة، باعتبار هناك الكثير من الأمور التي قد تشوبها هذه الحلوى، بالتالي يذهب الجميع إلى شراء هذه الحلوى المغلفة. فوصفة المرأة، وصفة البنت بأنها عندما تكون مغلفة بهذه العباءة الزينبية وعندما تكون مقتدية بالدين الصحيح الحنيف، بالتالي راح يكون الكثير منا يتمنى أن يصل لهذه الفتاة. يعني هو التشبيه جميل حقيقة، ولكن يعني تشوفه بعض النقاط، فالمرأة لا تباع ولا تشترى. نعم فعلا. نعم. ولكن هي جملته بأنه هي عبارة المرأة عن شيء يقتنع الفتيات جميل بالحجاب والجميع يريد أن يلتهمها. نعم. ولكن يجب أن تكون مغلقة. نعم. ومغلفة. نعم. أنا أعطي مثال آخر إن شاء الله. هذا المثال يتحدث عن أنه الزي الذي نرتديه الآن، إذا ظهر صاحب الزمان سلام الله عليه، أقول لكل بناتنا نعم بهذا الزي هل ستقفين، هل تستطيعين أن تقفي بحجابك الغير متكامل أمام صاحب الزمان لحظة تصمد؟ نعم. لحظة بنظرة من عنده أنه ينظر إلها، إيدها ظاهرة بالكامل أو قدمها أو أكو مساحيق تجميل على وجهها أو حجابها غير متكامل. إذا استطاعت فلتخرج في كل مكان، ولكن هي شايلة صاحب الزمان سلام الله عليه من حساباته، فما تقول أنا امرأة زينبية مهدوية طلاقا لا تنسب نفسها لشيء، هي غير مدركة حقيقة أمره. فأقول يا بنتي العزيزة، يا أختي الغالية، يا أم العزيزة، انتبهوا لبناتكم، حصنوهم بحسن محمد وآل محمد وبحسن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ألا وهو العباءة، العباءة المتكاملة، ومو أي عباءة. نعم. هذه الأقمشة اللي صرنا نشوفها. نعم. يعني هذه إشارة طبعا مهمة جدا ما رأيناه في مسير الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم. يعني في الأيام التي سبقت هذه أيام الدفن، وفي أيام واحد من المحرم تخرج النساء إلى المجالس الحسينية، نرى الكثير من الأمور، يعني حتى عندما تتحدثين معهم بطريقة لينة، تتحدثين معهم بأنهم نفس الحجاب بصورة صحيحة، لا يستلمون ذلك، وكأن مترسخة في عقولهم الكثير من الأمور بأنه هذا الإنسان معقد لما هيجي يتعامل وياي أو يعطيني هاي الرسالة، وشنو معناتها يعني أنت تعطيني هيجي. لكن سبحان الله نرى بناتنا، يعني هذا ما يؤسفني فعلا، أنه أرى البنات غير ملتزمات بالحجاب وغير ملتزمات ب يعني التبرج الموجود أيضا. كل هاي الأمور يعني إحنا ما نريد نعطي الفرصة للغير بأن يتكلم ويتحدث عن المسير الحسيني وعن ما يجري. نعم. في عاشوراء وما جرى. يجب أن يكون لنا الدور أيضا فعلا كإعلاميات رصينات ومقتديات بالسيدة زينب سلام الله عليها، بأن نتحدث مع تلك الشابات وحتى أمهات، حتى بنات نراهم صغيرات وكبيرات نراهم لم يقتدن بالسيدة زينب سلام الله عليها، بالتالي اليوم كيف ممكن أن أتحاور مع هذه الفئة وتستوعب ما أتكلم معها في هذا الموضوع؟ الحجاب لا يعرف صغيرا وكبيرا. نعم. الحجاب لا يعرف يعني هنالك مقولة جدا أحبها، يعني تترجم الواقع صراحة، تقول هذه الجملة: الحجاب لا يمنعني من الحياة ولكن يعطيني الحياء. فهذا الحياء إذا لم تحافظ عليه البنت، الأم، الأخوات العزيزات، الأمهات العزيزات، نعم، خلص بعد هو جمال المرأة في حيائها. نعم. وإذا خلت من الحياء عفوا على هذه المفردة، نعم، ذهب كل الجمال الخاص بها. نوعية الأقمشة والموديلات ولكل شيء يعني نزل بالسوق تسح، أكو فد نوع من التوهيم اللي دا يصير، لكن الناس ما دا تنتبه له. سنت. العوائل ما دا تنتبه له. تشوفين بعض الأمهات أنه حتى ما تزعل بنتها، ما تزعل بنتها، فتخليها على راحتها تلبس أو غير من هالأمور. سنت. زين. سنت. أنا أسألها سؤال الآن، أقول لها: لو كانت بنتك تعاني من مرض معين وهذا الدواء مر جدا ولكن فيه الشفاء لبدنها، هل سوف تعطيها هذا الدواء أم لا؟
ما راح تتردد اكيد ولا للحظه ولا راح تتراجع، مباشره راح تعطيها هذا الدواء المريض. هذا الدواء المر الذي فيه شفاء لبدن هذه البنت هي تلك الكلمه والزعل الذي ممكن ان تقوم به الام على بنتها لحين ما ترتدي العباءة بشكل متكامل. أحسنتم. أحسنتم. حتى تحافظ عليها، وممكن أنه تفهمها في داخل البيت، يا بنتي يا ماما بحدود داخل البيت شنو اللي تقدرين أنه تلبسي، أو شنو اللي عاجبك، أو شنو اللي دخل الشيطان في هذه الهواتف من ألبسة وغيرها من هذه الأمور. والغزو الغربي هو ليس غزوا غربيا، هو غزو أبوي يريد أن يقلل من حياة وجمالية المرأة، ويريد أن يقلل من جيش السيدة الزهراء سلام الله عليها في الأرض. أحسنتم. رح نتحدث عن كيفية تحمل السيدة زينب سلام الله عليها للسبي، وأيضا الأجل أو الأمر الذي هدفت إليه السيدة زينب سلام الله عليها. لكن خلينا يا سيدة زينب نأخذ فاصل، إذا أحبتي المشاهدين نأخذ فاصل ولنا عودة معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحجاب والعفة من السيدة زينب سلام الله عليها سمعناها من أمهاتنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقتدي بالحجاب. الحجاب ستر للمرأة، الحجاب نور للمرأة، الحجاب نور للبيت. نعلم بناتنا، نعلم أولادنا جيل بعد جيل. فالحجاب مو بس بالعباية وبالهاي، بالنظار، بالكلام، داخل البيت. داخل البيت هم المرأة لازم تحجب نفسها، تحجب نفسها عن عائلتها، عن حموينها، عن كل محرم عليها. ونقتدي بالسيدة زينب فاطمة الزهراء بالحجاب. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. نعم، أرحب مرة أخرى بالباحثة الإسلامية الست زينب القاضي، حياكم الله مرة أخرى. تحدثنا قبل الفاصل عن السيدة زينب وكيف تحملت مشاق السبي وما هي أهداف هذا التحمل. نعم، هدف السيدة زينب عليه السلام في أنها تتحمل مشقة السبي لم يكن هدفا غير مدروس وغير مدرك. حاشا للسيدة زينب عليه السلام أن تكون هذه الأمور مغيبة عنها. أولادي زينب سلام الله عليها كما تربى الإمام الحسين عليه السلام وهو يعرف بأنه ماذا سوف يجرى عليه على رمضاء كربلاء، كانت مولاتي زينب عليه السلام على إدراك تام بأنه ماذا سوف يجري عليها في رحلة السبي، وأن لم تكن بالملامح المتكاملة، ولكن كانت تعلم بأنها قادمة للعراق بلا محالة. سوف شاء الله أن يراني قتيلة، وشاء الله بأن يراكن سبايا. ولكن طمنها الإمام الحسين عليه السلام بأنه لما قال لها أخي إن الله حافظكن وحاميكن، تذكرت هذه الكلمة كثيرا ورددتها مع نفسها بالتأكيد. صبرت بها. نعم، صبرت بها نفسها لأجل أي هدف قد تحملت السبي، بأنها تتواجه أولاً مع من قاموا باستبعاد الإمام الحسين عليه السلام إلى أرض كر وبلاء، كربلاء المقدسة التي تقدست بضريح سيدي مولاي أبا الفضل العباس والإمام الحسين عليه أفضل وأتم السلام، وأنصاره وأصحابه ومن مع من كان معه في هذه الواقعة وما جسدوها. إذن أول شيء يجب أنها تدخل للكوفة، أن تعود للكوفة. يعني ممكن أن نقول أنه مولاتي زينب عليه السلام لو لم يكونوا هم أهل الرسالة، لو كانوا أشخاص عاديين معرضين للخطأ ومعرضين للشيطان مثلنا، إحنا بينا قصور، بينا نقص، مو مثل أهل البيت سلام الله عليهم. وهي لها العصمة الصغرى بالتالي. نعم، أحسنتم. إذا امرأة قتلوا أخوانها واستباحوا دماء الأنصار والكذا والهاي، يمكن تموت، ما تتحمل، يعني تموت مباشرة، ما تتحمل، ما عندها ذاك الصبر والصبر الكبير مع الله عز وجل بأنها تنصر الله عز وجل. لكن مولاتي زينب سلام الله عليها أرادت بأن تخلد ذلك النصر. كيف خلدت ذلك النصر؟ خلدته بأفعالها وأعمالها. إنها ضغطت على نفسها، ربطت من جيشها، صبرت على نفسها، صبرت على النسوة والعيال.
وكظمت غيظها بالتالي. نعم وكظمت غيظها بالتأكيد. هذه هي صفات أهل البيت عليهم أفضل السلام. وقد نازت الله عز وجل بأنه بدعائها الخاص مع الله عز وجل والمناجات المستمرة مع الله عز وجل بأنها توفق في أداء هذه المهمة الصعبة. هذه المهمة لم تكن مهمة عادية وسهلة. هذه المهمة كانت لابد أن تكون. حتى عندما وصلت إلى الشام ماذا قالوا عنها؟ قالوا لها أنت بنت أمير المؤمنين، أو كان عليا يصلي حتى يقولون قد قتل عليا في المحراب. في محرابه، نعم أحسنتم. الإعلام الأموي كان مغيب صورة الإمام عليه السلام والله عليه. الإعلام كان ضعيف، الإعلام ما كان قوي مثل الآن. إحنا نشاهد فيديوهات وصور، وفي بعض الأحيان أكو مفبركة وأكو أشياء واقعية وحقيقية وصحيحة نشوفها. الإعلام كان مقتصر على يعني آل أمية لعنة الله عليهم. فكانوا يعني يحاولون جاهدين في أنهم يغيرون الحقائق للناس، والناس يعني بعيد المسافة فيما بينهم ما بين العراق والمدينة. ما كانوا يقدرون يطلعون يعني هذه المسافات البعيدة إلا التجار وغيرهم من هذول الأشخاص اللي كانوا بترحال دائم أو أصحاب الخلص لآل محمد عليهم أفضل السلام. فلما وصلت مولاتي زينب سلام الله عليها إلى الشام، الكثير لم يكن يدرك حقيقة من هي مولاتي زينب سلام الله عليها. استخدمت مولاتي سلام الله عليها أقسى وأقوى سلاح ضد يزيد في حربها الباردة معه. نعم. يعني هذه الحرب الباردة لولا زينب عليه السلام لما يعني وصلت قضية الإمام الحسين عليه أفضل السلام إلينا حتى الآن، وفداء وتضحيته إلينا في هذا اليوم. أحسنتم جدا في أنها تدافع عن سيد الشهداء سلام الله عليه، لأنه الحق. صورت الحسين عليه السلام أنه الحق والمدافع عن الحق. وبهذا نصل إلى مقولة حبيب ابن مظاهر في الطف، عندما الله خيرني ما بين الحق والباطل وما بين الجنة والنار، فأرى الحسين هو الجنة وأنتم النار. فعلا هي كانت محاربة حقيقية، وكانت الصوت الحقيقي بنصرة الحق على الباطل. نتحدث اليوم عن كيف ردت السيدة زينب اليوم برغم الإعلام اللي تحدثت عنه الأموي وما جرى في ذلك الوقت، وأرادوا بكل صورة أن يغيروا أو يغيبوا الحقائق. بالتالي كيف ردت السيدة زينب سلام الله عليها السحر على الساحر يزيد؟ مولاتي زينب عليه السلام لما وصلت إلى الشام كانت منهكة، وهذه السفرة الطويلة التي سارت فيها قرابة الأيام معدودة، يعني فلنحسب أنه من يوم 16 محرم السيدة سلام الله عليها انطلقت بهذه الرحلة. نعم. إلى أن وصلوا يوم 1 صفر. نعم. دخلوا الشام، يعني ما يقل عن 10 أو 12 يوم. حتى كان الطريق يأخذون الطريق الأطول. نعم. والأكثر مشقة. خوفا من أنصار الإمام الحسين عليه السلام الذين قد علموا مؤخرا بالأمر بما جرى، جاءوا حتى ينصرون السيدة زينب سلام الله زينب عليه السلام، ومن بقي من الإمام سجاد سلام الله عليه، ومن بقي من ذرية آل محمد عليهم أفضل السلام. فحاولوا أنه يطولون الطريق أولا محاولة للقتل. أنه من التعب يريدون يقتلونهم. خلينا نشير على موضوع مهم حول طريق السبي الذي جرى للسيدة زينب سلام الله عليها. والكثير من أراد أن ينصر السيدة زينب بكلمته حتى بسيفه، نرى نساء خرجنا وقاتلنا بسيوفهن لينصروا السيدة زينب سلام الله عليها، ومنها السيدة درة التي استشهدت أيضا في الطريق في طريق السبي. اليوم خلينا نشير إلى هذه الأمرأة العظيمة. السيدة درة هذه كانت يعني حسب ما تنقله بعض الروايات التي يعني صراحة لم تدقق بها، ولكن نتمنى إن شاء الله هذه رسالة إلى خطباء المنابر والمحققين الروائيين والسادة الأجلاء أن يدققوا في شأنية هذه السيدة وما فعلته، بأنها أخذت سيف والدها وحدته وجهزت جمع من النساء بعدما أبلغتهم بما جرى على سيد الشهداء سلام الله عليه،
وهي كانت نصرانية في ذلك الوقت؟ نعم، يعني يقولون بأنه ديانتها لم تكن مسلمة. نعم. إذن كانت من دين آخر، ولكنها كانت تريد أن تنصر سيد الشهداء سلام الله عليه. نعم. بمجرد أنها علمت ما جرى عليهم. نعم. يعني أيضاً وصول السيدة سلام الله عليها للشام، يعني ما يؤلم قلب الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول فيه بأنه لما وصلنا للشام كان هنالك نساء من السطوح يعني ترشقهم بالمياه الحارة. زين، مسيرة هذا بسبب الإعلام الأموي. نعم. نعم. مسيرة أكثر من 10 أيام مع الشام 14 يوم. شو نقول بيها؟ يعني شنو اللي بقى بيهم؟ الصياط اللي انضربوا بيها وغيرها من هذه الأمور، حتى أن 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 البعض يدقق على قضية أنه لم يتجرؤوا في الوصول إلى أجساد النسوة، ولكن هؤلاء الذين هم يعني الله عز وجل جعلهم حطب لجهنم، بالتأكيد قلوبهم كانت خالية من الرحمة المطلقة، عقولهم غير مدركة، قد سيطر إبليس عليها وجعلهم أدواتا إليه في أنهم يقومون بما قاموا به. يعني هنالك الكثير من الروايات التي صراحة غيبت الدور الذي كان والوقت والفترة الزمنية التي كان فيها السبيل. نحن علينا الآن في هذا وهذا السؤال أيضا، هو كيف غيب الإعلام الأموي هذه الحادثة بهذه بهذا الأسلوب؟ الإعلام الأموي حاول دائما أنه يعني يعيث في الأرض فسادا، يعيث للناس الإشاعة. الإشاعة أيضا هي أداة من أدوات الإعلام. الإعلام الأموي استخدم هذه الأداة. مولاتي زينب سلام الله عليه استخدمت النبأ الحقيقي. نعم. الإعلام الحقيقي، الخبر الحقيقي. شلون هسه احنا عندنا بالإعلام اكو قنوات ناس تتابعها تقول هذه اخبارها عواجلها كلها صحيحة، معلوماتها مؤكدة موثوقة. نعم اكيد. وهنالك في ذات الوقت الناس الآن يدركون بأن هنالك قنوات كرست جهودها في سبيل انها تقوم ببث الإشاعات المسمومة لغرضها فتك الأمة الإسلامية ونخر المجتمع الإسلامي الحقيقي. نعم. السيدة زينب عليه السلام شو استخدمت؟ استخدمت أقسى وأقوى سلاح في أسلحة الإعلام اللي درسناها الأكاديمية. نعم. الحرب النفسية الباردة. الأساتذة اللي كانوا يدرسونا بأيام الجامعة. نعم. يعني درسون أنه الإنسان إذا يقدر يحارب الناس إعلاميا لازم يستخدم أقوى سلاح، الحرب النفسية الباردة. نعم. أشارت الروايات والكتب والحقائق بأنه مولاتي زينب عليه السلام استخدمت الحرب النفسية الباردة مع يزيد. نعم. حتى يكاد أنه لم يكن يستطيع أن يتعرف عليها. لما دخلوا جمع من النساء، طبعا اللي زار المكان الذي فيه رئيس نبي الله يحيى عليه السلام. نعم. والمكان الذي كان أو الذي وقفت فيه مولاتي زينب عليها أفضل وتم السلام لما خطبت خطبتها بالشام ودخلوهم أسارة في هذا المكان. أحسنت. كيف استطاعت أنه هي تقلب الأمر على يزيد عليه السلام؟ نعم. حتى مثل ما شبهتم قلبت السحر على ذلك الساحر الملعون. أحسنتم. أحسنتم. رح نتحدث سيد زينب عن ما هي الخطة التي وضعتها السيدة زينب سلام الله عليها لكشف الحقيقة الإعلامية المزيفة في ذلك الوقت. بإعتبار نتحدث عن هذا الموضوع لكن بعد هذا الفاصل. إذن أحبتي المشاهدين نأخذ فاصل ونعود لكم. لقد استشف النبي صلى الله عليه وآله ما يجري على حفيدته من الرزايا القاسمة التي تذوب من هولها الجبال، وسوف تمتحن بما لم تمتحن به أي سيدة من بنات حواء. ومن الطبيعي أن بضعته وباب مدينة علمه. وأقبل سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، الصديق الحميم للأسرة النبوية، يهنئ الإمام أمير المؤمنين بوليدته المباركة، فألفاه حزيناً واجماً وهو يتحدث عما تعانيه ابنته من المآسي والخطوب،
وشارك سلمان أهل البيت في آلامهم وأحزانهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام لتكملة الحوار عن عقيدة الطالبين وكيف كان لها دور كبير في الحرب الباردة ضد يزيد اللعين. في قبل الفاصل تحدثنا عن الخطة التي وضعتها السيدة زينب سلام الله عليها لتشويه الإعلام المزيف والعمل على تشويه الإعلام المزيف ووضع الحقائق فعلا في مكانها. السيدة زينب عليه السلام لما واجهت طاغ العصر اعتقد بأنه سوف لا تقوم أي امرأة منهن بالرد عليه، ولم يكن يعلم بمرض وعلة الإمام السجاد سلام الله عليه، ولكن عندما تقدم الناس وقاموا بسؤال آل محمد الأطهر عليهم أفضل وتم السلام، عندما أشار الإمام السجاد سلام الله عليه إلى ذلك الرجل المسن ورد عليه بمرد القرآن بأنه نحن أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وكيف بأنه أشار إلى أنه نحن القرآن الناطق، فكيف نكون من الخوارج؟ وولاتي زينب سلام الله عليها لجانب دورها بأنها تحافظ، يعني هي أوكلت إليها مهام الإمام الحسين عليه السلام، أوكلت إليه مهام بأن يحافظ ويدافع عن ودائع الرسول، وهي أوكلت إليها هذه المهمة، روحي لها الفداء بأنها تحافظ وتدافع عن ودائع الإمام الحسين عليه أفضل وأتم السلام. وبذات الوقت كيف بأنها تقوم بالرد على الأعداء، الرد على هؤلاء الذين دخلوا مستهزئين برؤوس الأبطال، وكيف بأنهم غيبوا الحقائق، غيبوا الكثير من الحقائق، بالتأكيد لا يخبرون ذلك الجبان اللعين الذي أعطاهم الأمر، لا يخبرونه الحقيقة بأنهم أهل البيت عليهم أفضل وتم السلام لم يكن القتال هو من سماتهم، ولم يكن الغدر من سماتهم، ولا يكون الغدر ولا القتال من سمات أهل البيت عليهم أفضل وتم السلام، ولكن هؤلاء قوم قد اشتروا وشاركوا إبليس لعنة الله عليه كل شيء وكل المضامين، حتى أنه مولاتي زينب سلام الله عليها من الأشياء التي ردت بها على الأعداء كان حوارها مع أنه ما يشار إليه كانوا يقولون بأنها حادثت عمرو بن سعد وقالت له أيقتل الحسين وأنت تنظر لي، إطلاقا السيدة زينب عليه السلام لم تقل ذلك الشيء، إلى ذلك الذي اشترى كل شيء، وأولها أنه باع ضميره إلى الشيطان وباع ضميره ومعتقداته، وكما كان يدعي بأنه هو على الدين الإسلامي كل شيء باع وقبض ثمنه، بأنه عندما أثاروه في نقطة معينة قال لهم غدا سوف أقوم بقتل الحسين ومن جاء مع الحسين عليه السلام. فكيف تخرج السيدة زينب سلام الله عليها وتقول مخاطبة عمرو بن سعد ذلك الذي أعطى الأمر بقتل سيد الشهداء سلام الله عليه بناء على أمر من يزيد لعنة الله عليه وبناء على تعاون مع ابن زياد لعنة الله عليه؟ طرقت على أمر مهم جدا حول عمر بن سعد لعنة الله تعالى عليه. الكثير من الأمور التي وعدها يزيد لعمر بن سعد ولشمر اللعين، بالتالي اليوم عدم وفاء يزيد لعمر وشمر، بالتالي أكيد هذا فعلا يكون هذا دور إعلامي أيضا بنشر بأنه يزيد غير إنسان ظالم وأنه إنسان لا يرد الحقوق لغيره، وبالتالي هم قتلوا الإمام الحسين من أجل شيء، ووعد الإمام الحسين سلام الله عليه عمر بن سعد بأنك لا تظمأ من أو لا تأكل من الري حتى لو بقمحة. بالتالي اليوم هذا الموضوع المهم أيضا ساهم بوضع بأنه يزيد بأنه إعلامه مشوه وغير حقيقي، وأيضا أكيد هو إنسان ظلم محمد وآل محمد بالكثير من الأمور. نحن ماذا نقول؟ نقول كما قال سيد الشهداء سلام الله عليه، مثلي لا يبايع مثلك. حسنتي.
أي أنه لو أدرك في حقيقة الأمر أن الإمام الحسين عليه السلام يقول له أنا الحق كيف أبايع الباطل، ولكن هؤلاء هم من صفقوا يزيد. نعم، هم من جعلوا أنه يزيد فد يعني أسطورة، فد ملك سلطان عظيم، ونسوا بأنه العظمة لله عز وجل التي وضعها بأنصار الحقيقين ألا وهو سيدي مولاي سيد الشهداء وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وبالتالي نرى الشمرة لعنة الله عليه عندما سئل عندما يأتي الحسين وأهل بيته مرة أخرى ماذا سوف تفعل؟ أتقف مع الحسين؟ قال لهم هذه الضلالة اللي موجودة في قلبي الشمر لعنة الله عليه، بأنه قال لهم لو يأتي الحسين مرة أخرى هو وعياله وأصحابه وأخوته لأقتلنه ألف 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 مرة. وبهذا يعني نرى بأن هؤلاء هم مستقتلون لأجل نصرة الظالم على المظلوم، وبالتالي الحسين اليوم نصر المظلوم على الظالم، وأصبح اليوم العالم كله يتحدث عن نصرة المظلوم على الظالم. نعم. أنا أجيب بجواب سيدي مولاي قمر العشيرة أبا الفضل العباس عليه أفضل وتم السلام، الذي أنا أتشرف بهذا النسب، نحن من أنساب أبا الفضل سلام الله عليه. لما يقول للإمام الحسين عليه السلام يقول سيدي يا أبا عبد الله إن الحياة من بعدك لهي النار والجحيم، والله لو أقتل مرة وأحيا في هذه المرة وأقتل ألف مرة ومرة، بالتأكيد هذا جواب الحقيقي اللي لازم يجاوبه أي شخص هو يتبع محمداً وآل محمد عليهم أفضل وأتم. وهذا الفرق ما بين الهاشميين وبنو أمية. إذن أحبتي المشاهدين، لولا زينب لما أصبح هناك صبر عظيم، ولولا زينب لما انتصرت هذه الثورة العظيمة. إذن أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى